بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن احترامه للسلطة القضائية نافيا وجود أي صراع أو منافسة ما بين أجهزة الدولة. وحول قانون الهيئات القضائية قال الرئيس في الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية أن أعضاء المجلس وضعوا اختيارهم وأنه سيتخذ قراره طبقا للقانون والمصلحة الوطنية. كما شدد الرئيس السيسي على أنه لا يوجد خيار أمام المصريين إلا العمل والصبر والتضحية، مؤكدا أن الشعب قادر بوعيه وإرادته على أن يتحرك تلقائيا في مواجهة الأخطار. وحول الشأن الخارجي أكد الرئيس السيسي أن التنسيق والتشاور والتعاون فيما بين مصر والسعودية يتم على أعلى درجة، مشيرا إلى أنه سيشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها في يوم 21 من شهر مايو الحالي في الرياض. أكد وزير التموين علي المصلحي أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيفتتح معرض أهل رمضان بالقاهرة الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن المعرض سيوفر اللحوم والدواجن والسلع للمواطنين في كل المحافظات بأسعار مناسبة. جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء بوزيري المالية والتموين، حيث بحث الاجتماع أيضا عددا من الملفات من بينها منحة المليار جنيه التي أعلنت الحكومة تخصيصها للسلع التموينية استعدادا لشهر رمضان. تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في عادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال حسين سالم في القضية المعروفة بتصدير الغاز إلى إسرائيل. وقد واجه المتهمون بالقضية تهمة إهدار المال العام المتمثل في بيع الغاز المصري بأسعار زهيدة. يواصل اليوم مجلس مدينة العريش إزالة التعديات على أراضي الدولة تنفيذا للتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة. كان مجلس المدينة نجح أمس في إزالة 58 حالة تعدي على أراضي الدولة في مدينة العريش. وقال أسامة الغندور رئيس المدينة إن التعديات تم رفعها من على أراض في مناطق الريسة وشاليهات السعد، وكانت عبارة عن أسوار وعشاشة تم رفعها واستعادة للأراضي وتثبيت لافتات توضح أنها أراض تابعة للدولة. اندلع حريق في مبنى التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي في منطقة وسط البلد. وقال اللواء مجدي الشلقاني مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية لأولايف أنه قد تم الدفع بعربات إطفاء وتعزيزات إضافية للسيطرة على هذا الحريق، مشيرا إلى أنه لا يمكن رصد الخسائر حتى الآن. كما نرى محاولة لعملية الإطفاء لهذا الحريق الذي اندلع في مبنى التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي في منطقة وسط القاهرة. 5 سيارات إطفاء اتجهت منذ قليل لموقع هذا الحريق، وكما نرى رجل من رجال الحماية المدنية وهو يتجه بخرطوم المياه في هذه اللحظات لكي يقوم بإطفاء الحريق عن طريق خراطيم المياه. ومن جانبها قالت وزارة التضامن أن المؤشرات الأولية لهذا الحريق تشير إلى أن ماسا كهربائيا هو الذي تسبب في اندلاع هذا الحريق الذي نرى القاهرة مباشرة بعد أن تم إخلاء جميع العاملين من المبنى لكي تمارس قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة كما نرى في هذه اللحظات، وخراطيم المياه التي تندفع إلى واحد من نوافذ
الطابق في مبنى التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي في وسط القاهرة، ورجال الحماية المدنية وهم يقومون بمحاولة السيطرة على هذا الحريق الذي بحسب وزارة التضامن نشب نتيجة لماس كهربائي. هنا خمس سيارات إطفاء منذ قليل توجهت إلى موقع هذا الحريق، وقال مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية في تصريحات اللايف أنه تم دفع أيضا تعزيزات إضافية لمحاولة السيطرة على هذا الحريق، وأشار إلى أنه لا يمكن رصد الخسائر حتى الآن التي تبدو أنها خسائر فقط في بعض المعدات. وهذا الحريق اندلع من الطابق السادس وامتد حتى الطابق الثالث عشر نتيجة للماس الكهربائي الذي حدث. وهنا رجل الحماية المدنية وهو متواجد أعلى السلم الكهربائي، وبعد أن يبدو أنه أخمد هذا الحريق في هذه النافذة التي كان منذ قليل يصوب خرطوم المياه تجاه هذه النافذة، في هذه اللحظات يبدو أنه انتهى فعليا من عملية الإخماد، ونشاهد هذه العمليات التي تتم للسيطرة على هذا الحريق الذي اندلع منذ قليل في مبنى التأمينات في وسط البلد.
المتحدث باسم وزارة التضامن حول هذا الحريق ألفة السلابي، نود أن نتعرف هنا على هذا الحريق وملابساته وكيف حدث. سيدة ألفة السلابي تفضلي. المعلومات المتوفرة لدي، وقد كنت منذ قليل فقط في وسط البلد في أمام مبنى الألفي للتأمينات الاجتماعية. الحريق شب في الأدوار العليا من الثالث لحد 13. سيارات الإطفاء موجودة وتم استدعائها في وقت يعني جيد. سبب الحريق إيه أستاذ ألفة؟ تم إخلاء جميع الموظفين من المبنى. لا، سبب الحريق، سبب الحريق ولا إصابات. أعتقد إنه يمكن سؤالك ما أقدرش أجاوب عليه بدقة الآن. نعم. لكن ما هو ظاهر لدي والمؤشرات الأولية تشير أن هناك ماس كهربائي. خلينا ما نتكلمش عن السبب الآن، إحنا الآن مهتمين بأن الموظفين كلهم يكونوا على أحسن وجه وكلهم يكونوا في صحة وسلامة، ونوفر لهم الأمن والسلامة، وتم إخلاءهم جميعا من المبنى هم والعاملين جميعا. الموجود دلوقتي سيارات الإطفاء بتحاول تسيطر على الحريق. طبعا ده عمل زحمة في الشارع بعض الشيء. تعرف حضرتك إحنا عندنا ثقافة لما يشب حريق الناس مش تبعد، تقرب، عشان فياريت بس حضرتك من منبرك نوجه بأنه المواطنين واللي يمروا في الشارع أن هم يتيحوا الفرصة لسيارات الإطفاء أن هي تطفي وتقوم بواجبها. هنا المبنى للتأمينات الاجتماعية اللي شايفين الحريق اندلع فيه منذ قليل سيدة ألفت، يا ترى كان بيقدم إيه أو دوره إيه؟ هو مبنى فيه موظفين، مبنى صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص. ده يعني في 13 دور بيقدموا خدمات للمواطنين، وفي كل اللوجيستكس والعمليات التأمينية اللي بتتم. هو مبنى رئيسي ومركزي، وبيقدم طبعا في جزء منه بيقدم خدمات، وفي عدد كبير موظفين ما عنديش إحصاء دقيق بيهم، بس عدد كبير جدا من الموظفين التابعين للتأمينات الاجتماعية. طبعا هنا أستاذ ألفت لما بيبقى يحدث أي حريق هنا الإجراءات المتبعة، أول حاجة طبعا بعد أن تدق صافرات الإنذار يتم إخلاء الموظفين أو العاملين في المبنى. ثاني حاجة طيب طب الأوراق المهمة حضرتك ممكن أجاوبك على عليه بعد في مكالمة لاحقة. أنا الحقيقة بقول لحضرتك هو كل ما يعنينا اللحظة دي كوزارة التضامن، كوزير التضامن، ككل العاملين والقيادات في الوزارة، ان احنا نطمن على العاملين وعلى الموظفين وعلى الناس اللي بيمروا في الشارع حتى يتم السيطرة تماما على الحريق. وبعد ذلك ممكن نتطرق سواء السبب الذي يعني خلى الحريق ده يشب في هذا المبنى، وايضا الخسائر بالضبط هنحصيها اكيد، ولن يمر الا بعض الوقت حتى نعلن كل ذلك. احنا طلعنا بيان صحفي في أول ما شب الحريق حوالي الساعة 10:30 الصبح، وبنتابع أول بأول سنوفيكم بكل المعلومات. معروف عننا إن احنا عندنا شفافية ولن نتفسر عن أي شيء. حضرتك بطمنك أستاذ حساني وبطمن السادة جمهورك العزيز بإن احنا سنعلن أول بأول عما يتم في هذا الموضوع. طب طمنينا أستاذ ألفت على الموظفين المتواجدين، هل أحد تعرض لإصابة ولا كل الموظفين خرجوا بسلام الحمد لله؟ مثل ما قلت في البداية انه الحمد لله جميع الموظفين تم اخلاءهم من المبنى بسلامة وهم كويسين جدا، ما فيش اي حاجة الحمد لله، ما فيش خسائر، ما فيش اصابات، هو ده الاهم الان. طبعا نتمنى ان يكون الضرر في حدود يعني اقل الحدود الممكنة، ويعني نتمنى للمبنى والموظفين ولكل مصر ان شاء الله دايما السلامة يا رب. هنا طبعا وانت بتكلمي حضرتك واضح ان يعني الحمايه المدنيه يعني وصلت الجهود للسيطره على هذا الحريق، لان احنا شايفين منذ قليل كان في يعني رجال الحمايه المدنيه كان بيتجهوا ل يعني اخماد الحريق بخراطيم المياه من على سلالم كهربائيه، لكن دلوقتي واضح انه يعني تمت السيطره لان هناك قليل من الدخان المتصاعد يعني الحمد لله. وبعد كده طبعا هيبدا بقى زي ما قلت استاذ ألفت يعني معرفه الملابسات بعد وقت طبعا والتفاصيل اللي حصلت. طبعا كل الاطراف المعنيه ستقوم بالتحقيق، ومثل ما يجري في مثل هذه الحوادث انه طبعا بيحصل تحقيق والنيابه تقول، وده طبعا متبع يعني امر متبع.
أشكرك إذن المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي سيدة ألفة السلامي كانت معنا. وكما نشاهد هنا واضح أنه اللحظات الأخيرة لخماد هذا الحريق الذي شب في مبنى التأمينات الاجتماعي بشارع الألفي في منطقة وسط البلد، حيث سارعت عربات الإطفاء لمحاولة السيطرة على هذا الحريق. تأكيدا على العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصرية، وصل الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكري إلى ليبيا للمشاركة في احتفال الجيش الوطني الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة التي استهدفت تحرير المناطق الليبية من التنظيمات والميليشيات الإرهابية المسلحة. وقد أجريت للفريق محمود حجازي مراسم استقبال رسمية بمقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي. هذا وقد التقى الفريق حجازي عقب وصوله المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بحضور عدد من كبار القادة من الجانبين، حيث أكد الفريق حجازي على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تربط فيما بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم مصالح الأشقاء الليبيين وكذلك على دعم المساعي الرامية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية. في جانبه ثمن المشير خليفة حفتر الدور المصري الداعم للجيش الوطني الليبي والتعاون مع القوات المسلحة المصرية لنقل وتبادل الخبرات والتدريب في عدد من المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا والقضاء على الإرهاب انطلاقا من علاقات تاريخية تربط فيما بين البلدين والشعبين الشقيقين. ومعي من ليبيا مراسل أونلاين بكر الشرقاوي. بكر أهلا بك، وهنا حدثنا عن أجواء هذا اللقاء الذي صاحب الفريق حجازي عقب وصوله وأيضا لقائه مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية. أهلا حتاني، هذه الزيارة للفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية هي تعد الزيارة الرسمية الأولى من جانب رئيس الأركان إلى المشير خليفة حفتر وخاصة إلى ليبيا. هذه الزيارة تأتي استمرارا للجهود المصرية الداعمة للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب واستكمال الدور المصري في إيجاد حلول سياسية لحل الأزمة الليبية والوقوف على توافق ليبي لكي تنعم ليبيا بالاستقرار والأمن. بدأت هذه الزيارة في باستقبال الرئيس أركان الليبي عبد الرازق النظوري وعلى رأس وفد عسكري من كبار قادة الجيش الليبي للفريق محمود حجازي وقادة العسكريين المصريين. وبعد ذلك تم الانتقال إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي لمقابلة المشير خليفة حفتر، وكان هناك مراسم استقبال رسمية. هذا اللقاء تناول عدة محاور. المحور الأول هو الذي أكد عليه الفريق محمود حجازي فيما يخص التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الليبية لتأمين الحدود الشرقية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات لمنع التهريب والتسلل عبر الحدود بين البلدين. المشير خليفة حفتر أكد على التعاون أيضا وتطلع للتعاون ونقل الخبرات من جانب القوات المسلحة المصرية وإجراء التدريب للقوات المسلحة الليبية ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين. وخصوصا بكر أن يعني هذا اللقاء الذي يتم فيما بين الجانبين يأتي في الإطار الاحتفال بالذكرى الثالثة لعملية الكرامة في ليبيا، وكيف أن لدول الجوار خاصة مصر دور كبير في مكافحة الإرهاب في ليبيا. بالفعل قدم التهنئة الفريق محمود حجازي للمشير خليفة حفتر احتفالا بالذكرى الثالثة لانطلاق عمليات الكرامة، وخاصة بعد أن كان هناك حفل كبير بالكلية العسكرية الليبية في مدينة طكرة لتخريج الدفعة 50 من القوات المسلحة الليبية. الجدير بالذكر أن هذا الحفل الذي أقيم في طكرة هو يعد أول حفل لتخريج دفعة من الجيش منذ 6 سنوات، وخاصة أن الجيش الليبي عانى من انهيار تام بعد ثورة 17 فبراير.
وهذه الحفل أكد على أن المشير خليفة حفتر استطاع في وقت قصير جدا إعادة بناء الجيش الليبي، وهناك نواة يرتكز عليها الجيش الليبي منذ هذه اللحظة. هنا ايضا يعني في هذا الاطار ويعني هذا اللقاء الذي يجمع فيما بين الفريق محمود حجازي والمشير خليفه حفتر قائد العام للقوات المسلحه الليبيه كما تحدثت بكر، اذا هنا امتداد للتعاون والتدريب والخبرات المتبادله يعني فيما بين البلدين مهم في الفترات القادمه، واكيد هذا ما تحدث عنه الجانبين في هذا اللقاء. بالفعل بالفعل تحدث الجانبين عن وضع خطط لتدريب القوات المسلحه الليبيه ونقل خبرات من الجيش المصري للجيش الليبي ووحده تحقيق وحده الصف الليبي ودعم الجيش في حربه على الارهاب. في ختام هذه الزياره تم مقابله اعيان ومشايخ القبائل بالمنطقة الشرقية وتم تهنئة الفريق حجازي، أكد فيه مشايخ القبائل على أن مصر هي امتداد لليبيا وليبيا امتداد لمصر، وأن البلدين هم معا يواجهون الإرهاب، مؤكدين على أن دعم كافة القبائل للدور المصري الذي يكون هو الأساس لمحاربة الإرهاب، وخاصة أن القبائل يعني وخصوصا قبائل البرقة في بداية عملية الكرامة منذ 3 سنوات بكر كان لها دور كبير جدا في يعني تدعيم قدرات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في مواجهة الإرهاب، وإلى الآن أيضا مستمرون. بالفعل القبائل منذ انطلاق عملية الكرامة رفعت اتحدت جميعا ورفعت الغطاء الاجتماعي عن كافة الميليشيات المسلحة التي تحمل السلاح في وجه الجيش الليبي، وأيضا قدمت الدعم المادي واللوجستي في بداية عملية الكرامة لانطلاق الجيش الليبي وتكوين الجيش الليبي من جديد بقيادة المشير خليفة حفتر. ودي الإشارة أيضا أن كان هناك عدة رسائل أرسلها المشير خليفة حفتر في من خلال حفل التخريج الدفعة 50 من الكلية العسكرية، وهي أن الجيش الليبي جيش لكل الليبيين، وكان أيضا هناك رسالة مباشرة وواضحة خاصة الليبيين من طورغة والذين تم ممارسة الفصل العنصري وتهجير قصري للطورغة من قبل بعض الميليشيات المسلحة بمدينة مصراتة. كان هناك كتيبة كاملة من مدينة طورغة. الجندي الذي كان يقرأ القرآن في بداية الحفل هو من مدينة طورغة، وكانت هذه الرسالة واضحة أن ليبيا لكل الليبيين، وخصوصا أن الإرهابيين في هذه المعركة عملية الكرامة يعني فقدوا شهداء يعني كثر، وأيضا حتى أن القوات المسلحة الليبية وأنت تعلم ذلك بكر وأنت متواجد هناك فقدت في هذه المعركة حوالي 500 ضابط وجندي. بالفعل بالفعل كان يعني سقط العديد من ابناء الشعب الليبي ومن ابناء القوات المسلحه الليبيه في عمليه الكرامه من اجل محاربه الارهاب. تم تحقيق تقدم ملحوظ وملموس على الارض من قبل الجيش الليبي بتحرير كافه مدن الشرق الليبي من الجماعات الارهابيه، وتواصل ايضا الان القوات الجيش الليبي عملياتها في الجنوب والتقدم اكثر واكثر نحو الغرب لدحر الجماعات الارهابيه وفرض سيطره الجيش الليبي على كامل التراب الليبي. هناك العمليات مستمره، هناك عمليات ما زالت وما زال يسقط شهداء ويقدم الشهداء من الجيش الليبي دمائهم لتحرير الارض الليبيه. كانت كاميرا اون لايف متواجده في لقاء المشير خليفه حفتر وفريق محمود حجازي بشكل خاص، ورصدت كافه المراسم الاستقبال وفعاليات وتفاعل شيوخ القبائل مع هذا اللقاء. طبعا هنا يعني العمليات العسكرية على الأرض تتم بصورة يعني مستمرة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي، في نفس الوقت أيضا هناك يعني المصالحة أو العملية السياسية من أجل يعني أن تصل ليبيا إلى بر الأمان في نفس الوقت من خلال الاتفاقيات المعينة التي تقام بدعم من دول الجوار وخاصة مصر. بالفعل الفريق محمود حجازي أكد على أهمية التوافق السياسي الليبي وخاصة بعد اتفاق أبو ظبي الذي تم في الإمارات،
والذي تم بين السيد فايز السراج والمشير خليفه حفتر، وخاصه اللقاء ايضا الذي جمع المشير خليفه حفتر بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، مؤكدين على ان كافه المؤسسات الفاعله في الدوله الليبيه لابد ان يكون لها دور بما يحقق المصالحه الوطنيه الليبيه ووفقا ايضا للمصالح الوطنيه الليبيه وتحقيق الاستقرار بشكل كبير على المستوى السياسي، وايضا دراسه كافه البنود التي تم الاتفاق عليها في اتفاق ابو ظبي بين السيد فايز السراج وبين المشير خليفه حمد. يعني اذا هنا الحديث حول ان لقاء الجانبين يتجه الى ان تكون الحلول بيد الليبية، ليبيا بعيدا عن اي ايادي غربيه. بالفعل بالفعل، يعني المشير خليفه حفتر في اكثر من لقاء اكد على عدم السماح بالتدخل الاجنبي سواء كان على المستوى السياسي او على المستوى العسكري، ولن يقبل باي تدخل اجنبي في حل القضيه الليبيه، وهذا ايضا ما اكد عليه الجانب المصري من ان يكون هناك التوافق بايدي الليبيين، وان يكون الحل السياسي للازمه الليبيه بايدي الليبيين ايضا، وان التوافق السياسي هو ما سيؤدي الى ان تكون ليبيا تعبر الى بر الامان فيما يخص الاتفاق السياسي وحل الازمه الليبيه، على ان تشرع ليبيا في بناء مؤسساتها بشكل كبير وبناء كافه مؤسسات الدوله الليبيه. أشكرك على كل هذه التفاصيل مراسل أولايف من داخل الأراضي الليبية بكر الشرقاوي، أشكرك شكرا جزيلا. أدانا مشاهدينا المتابعة، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي. دكتور أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني زيارة الفريق محمود حجازي لليبيا في الذكرى الثالثة لعملية الكرامة أهميتها لكم؟ قطعا هي خطوة مهمة لعدة أسباب، لأن هذا الرجل على الأقل خبرناه وعرفناه وكان معنا في لجنة صياغة بيان القاهرة أيام 12 و13 ديسمبر 2016، وهو مكلف من القيادة المصرية بالملف الليبي، وأكثر شخصية يمكن عربية أو عالمية تعرف تماما ما يدور في ليبيا وتحاول أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد للتوفيق ما بين الأطراف. والزيارة جاءت في وقت نحن في أمس الحاجة إليه حقيقة، لأننا كل ما نحقق تقدما نحقق خطوة إلى الأمام، تأتي رياح مصطنعة من جهات معروفة ومحددة، لأنها لا تريد حل للأزمة الليبية، هي تريد أن تدير الأزمة الليبية بما يحقق مصالحها، وهذا يختلف اختلافا تاما على الموقف المصري الذي يريد مصلحة مصر الأساسية أن تنحل المشكلة الليبية. وحل المشكلة الليبية أن تقوم دولة، ليبيا لا زالت تحت البند السابع، لا زالت تحت وصاية الأمم المتحدة، لا توجد فيها مؤسسات مستقرة. فالزيارة الآن خاصة نتيجة للتوتر الذي حدث في الأسبوع الماضي لابد أنها ستثمر إن شاء الله. نعم. أنتم ذكرتم دكتور محمد أن هذه الزيارة هي زيارة ملحة للجانب الليبي طبعا بخصوص ما يحدث في ليبيا ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، هل هناك نقاط محددة حددها الجانب الليبي في هذه الزيارة للحديث مع الفريق محمود حجازي؟ نعم، هي أكبر من ذلك، يعني عملية التلاحم في مواجهة الإرهاب سواء في مصر أو في ليبيا هذا أمر محسوم وأمر مفروغ منه. الزيارة أبعد من ذلك، الزيارة تناقش قضية التعثر الذي حصل في اللقاء الذي تم ما بين المشير خليفة حفتر والمهندس فايز السراج، والذي تأملنا فيه خير، وفعلا هو كان دفع قوي لتنفيذ الاتفاق الذي تم في القاهرة ثم بعد ذلك في تونس ثم في الجزائر وفي عدة أماكن من العالم. يعني عندما بعد ذلك الاجتماع كان المفروض أن يعقد سلسلة من الاجتماعات في القاهرة الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لكن الذي حدث أن جهات معينة مسلحة كشرت عن أنيابها في طرابلس ومنعت، أقولها بمنتهى الصراحة، منعت السيد فايز السراج من أن يغادر طرابلس
بل منعت السيد وزير الخارجية محمد سيالم من أن يعود إلى طرابلس. طيب ما الذي يمكن أن تقدمه أو يقدمه الجانب المصري في هذه المسألة، أو ما ينتظره الجانب الليبي من الجانب المصري؟ نعم، هناك يعني مصر هي تكاد أن تكون هي البوابة الليبية الوحيدة الموثوقة في تواصل الليبيين مع المجتمع الدولي. مصر هي القادرة على أن تعبر تعبيرا صحيحا عن إرادة الليبيين وتنقلها إلى المجتمع الدولي، مثل ما فعلت عندما أصر الليبيون على ضرورة تعديل مخرجات الصخيرات. نعم. وقاموا بتعديل بعض النقاط، وصروا على تعديل بعض النقاط حتى يتمكن ذلك الاتفاق من المرور. تمكنت مصر والدبلوماسية المصرية من إقناع المجتمع الدولي في خلال أسبوع، كل المجتمع الدولي في خلال أسبوع بالتعديلات المطلوبة. نعم. الآن لأننا الذي نخشاه، نحن نخشى شيئين وهما بات أقرب مما يتوقع الكثير مما يظن الكثيرون. نعم. الأول انقسام ليبيا. نعم. الآن هناك قوة تحاول أن تجعل هناك قوة في الغرب مسيطرة، وهناك قوة في الشرق مسيطرة، وهناك قوة في الجنوب تحاول أن تتجذبها الأطراف الغرب أو في الشرق. نعم، إذن سننتظر دكتور محمد الشحومي أن تسفر هذه اللقاءات المتعددة بين الجانب الليبي والمصري لمزيد من القوة والتراحم بشأن الأزمة الليبية. دكتور محمد الشحومي رئيس الحراك الوطني الليبي، شكرا لك. وهنا لابد أن نتذكر أيضا كيف تبدو العلاقات المصرية الليبية، وهذه الزيارة التي تؤصل هذه العلاقات المهمة. ومع الكاتب الصحفي الليبي من تونس الأستاذ عبد الباسط بن هامل. سيد عبد الباسط، أهلا بك. وهنا علاقات وثيقة تجمع فيما بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، وهذا يتجسد في لقاءات متعددة، آخرها هذا لقاء لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، ولقاء مع المشير خليفة حفتر. إذن برأيك كيف تبدو أهم النقاط المحددة التي يمكن أن تخرج بصيغة يعني مهمة للجانب الليبي في هذا اللقاء؟ صحيح، وكما تفضلت أخي العزيز، العلاقات بين مصر وليبيا تاريخية، يعني ليبيا محكومة بيوم أو بتاريخ معين، محكومة في أواصر مختلفة في تاريخ تضرب في جذورها الحقيقة عميقة. الزيارة تهدف أولا إلى دعم حقيقي وواضح للمؤسسة العسكرية المنبثقة عن البرلمان بالحقيقة الشرعي والمنتخب للشعب الليبي، وبالتالي هذه الحقيقة دعم واضح لتيار الشعب الليبي. هذه تسير مصر الذي عرفناها دائما وأبدا واقفة وداعما على حسابة الشعب الليبي. وأيضا هذه تأتي تتويج اللقاءات التي أشرف عليها الفريق الإنجاز بشكل مباشر، لقاءات خاصة وهو يترأس اللجنة الوطنية المصرية. نعم. لمتابعة الملف الليبي، يعني كان قد التقى عديد الأطراف في القاهرة، بحث الحقيقه يعني مع الاطراف الليبيه اليه دعم المصالح الحقيقيه في ليبيا، جمع الحقيقه الفرقاء، بلورت الحقيقه نقاط مهمه، محاوله السعي للضغط على الاطراف الدوليه من اجل حل الازمه الليبيه. كان قد وعد الحقيقه بان تكون هناك حلول لكل وحل الازمه الليبيه يسير على الارض طبعا في الناحيه العسكريه، في نفس الوقت ايضا المفاوضات التي تتم وخاصه في الدول الجوار سواء كانت مصر او تونس وانت متواجد فيها ايضا. صحيح صحيح. هو طبعا هذا هو اولا لدينا ملف يعني مو ثقيل جدا يؤرق الليبيين ويؤرق دول الجوار. نعم. السلاح اشاره بشكل كبير جدا، الميليشيات المسلحه وعدم انصياعها للقوه السياسيه او قوه الجيش الوطني. المشكله الاكبر هي الجماعات الارهابيه، لدينا للاسف تنوع الان. نعم. الشريعة. واضح واضح ما تقوله. إذن الكاتب الصحفي الليبي من تونس الأستاذ عبد الباسط بن هامل كنت معنا هاتفين، أشكرك شكرا جزيلا. وفصل قصير وبعده نلتقي مرة أخرى. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا، ونعود لاستكمال هذه النشرة. تتواصل في جنيف الجولة السادسة من محادثات السلام السورية بين وفدي النظام والمعارضة بهدف حل الأزمة القائمة منذ أعوام. وخلال المحادثات طرح ديمستورا آلية تشاورية بشأن المسائل الدستورية والقانونية، إلى أنه أعلن سحبها قبل أن يحصل على ردود الوفود المشاركة بشأنها. جولة جديدة من محادثات السلام السورية تتواصل في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة بهدف التوصل إلى حلول تنهي الأزمة السورية المشتعلة منذ أعوام.
وفي إطار المباحثات التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا بوفدي الحكومة بقيادة سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري والمعارضة الممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات بقيادة نصر الحريري ومحمد صبرا، حيث طرح دي مستورا آلية تشاورية بشأن المسائل الدستورية والقانونية، إلا أنه أعلن سحبها قبل أن يحصل على ردود الوفود المشاركة بشأنها. كما التقى نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف بالمبعوث الأممي إلى سوريا، ثم خرج ليؤكد إيجابية محادثاته معه، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الجولة من المباحثات بالتوصل إلى نتائج مجدية. لقد أجرينا مناقشة بناءة، ونأمل في أن تحصل العملية السياسية في سوريا على دفعة إضافية، وخاصة ما يتعلق بفكرة الدستور الجديد. وفد الحكومة السورية خلال المباحثات أبدى اهتمامه بمسألة محاربة الإرهاب أولا، مؤكدا على ضرورة تخليص الجسد السوري من الجماعات المسلحة التي رآها أهم مشكلة داخل سلة الأزمات السورية، بينما ركزت المعارضة السورية في الجولة السادسة من المفاوضات على الجوانب السياسية وعلى رأسها الانتقال السياسي ووضع مسودة دستور جديد ووثائق تتعلق بالملفات الإنسانية. هدفنا هنا هو إيجاد حل سياسي. نحن ننتظر بعض الأحداث وبعض الاجتماعات، ثم سنقرر ما يجب القيام به هناك، ونحن أيضا نتوقع أن نرى أشياء إيجابية على الأرض هناك في سوريا. وعلى الرغم من ضبابية المشهد السوري، إلا أن الجميع ينتظر أن تتولد خلال الجولة السادسة من المحادثات آمال جديدة تعيد للجسد السوري روحه التي كاد أن يفقدها في ظل تصاعد الأزمات. إذن مشاهدين، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف فراس الخالد، رئيس وفد منصة القاهرة لمفاوضات جنيف. سيد خالد، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني كيف ترى المحادثات السادسة لجنيف بعد تأكيد المعارضة على عدم الانسحاب منها؟ المعارضة في الجولة السادسة ينتقد مخاض نوعا ما عسير، خصوصا أن وفد السلطة يحاول التهرب من نقاش في الانتقال السياسي وعرقلة المفاوضات عبر الذهاب، ويرفض أيضا نقاش حول الدستور ومرحلة الانتقالية. نأمل يعني كما توضحت بعض الرؤى البارحة واليوم أن الجميع إن شاء الله سينخرط في العملية السياسية، وأن الجميع سيحاول أن يكون إيجابيا في هذه الأيام. في حال استطعنا تحقيق هذا التقدم سيكون إنجاز جيد، خصوصا أن كما يعلم الجميع أن الجولة الأولى والثانية والثالثة لم تحمل شيء، وهذه الجولة هي التي فيما تم تحقيقه في الجولة الرابعة في جنيف 4. نعم، يعني ممكن أن نقول أن هناك أمل بشأن هذه الجولة أن تكون الجولة الأخيرة فيما يخص الأزمة السورية. يعني كي نكون واقعيين، قطعا لا، فهي مجرد هي بداية في أن نقترب من أن نقول أننا بدأنا في نقاش المواضيع اللي حل في سوريا، لكن أن تكون الجولة النهائية فهذا معجزة نتمنى حصولها. يعني طيب، ما الذي يجب أن يكون في هذه الجولة لنقول أنها بداية انفراج هذه الأزمة، أو يعني تقارب وجهات النظر بين المعارضة والنظام؟ يعني في البداية يجب أن كي يكون هناك أمل في هذه الجولة، أو كي نقول أننا دخلنا في الأمل، على الجميع أن يعود للجولة الرابعة كما قبل في نقاش الثلاث الأربعة، وأن ينخرط تقنيا في هذا الموضوع وبجدية، بعيدا عن التحصص السياسي أو الخلفية السياسية. يعني أن تكون الخلفية موجودة لجميع سوريا وليس الموقع السياسي لهذا الفريق أو ذاك. أنا أتكلم هنا على حد سواء للمعارضة وللنظام، رغم أننا لحد الآن المعيق هم سكور السلطة، وغالبا السلطة هي من تقوم بعرقلة هذا الموضوع لأنها لا تملك الإرادة في مناقشة الحل السياسي أو الانتقال السياسي، خصوصا أن بيان أستانا وإصرارها على مسار أستانا وعسكرة الحل كان واضحا في تغيير الديمقراطية الحاصل في سوريا، وبعض الأمور التي تحصل والتي طلبنا البارحة من الروس أن يكونوا جديين في إيقاف هذه العمليات التي تحصل على سوريا. نعم، طيب، يعني ديمستورا طرح آلية للتشاور بشأن طبعا المسائل الدستورية والقانونية، ثم قام بسحبها قبل إطلاع الوفود المشاركة عليها. أسباب سحب هذه الآلية، وما هي الآلية التي يمكن أن نقول أنها صحيحة ومرضية لجميع الأطراف؟ لا، هو دمستورا طرح سلة الدستور للنقاش، أو حول ما يسمى حول الدستور للنقاش، ورفض النقاش الانتقال السياسي أو الإرهاب بالنسبة للانتقال السياسي. هنا كانت العرقلة في الموضوع. البارحة دمستورا قال
هل لديكم مانع فان نعود للنقاش الامور تقنيا بالسر الاربع؟ قلنا له هكذا ليس لدينا مانع. فهنا بدات العمليه تتقدم تقدم بطيء. اليوم نحن امام مشهد جديد، نتمنى يعني نحاول تشكيل لجان مشتركه من الجميع. هذا في حال تحقق سيكون هو بدايه يعني الدخول للمفاوضات الغير مباشره، حتى تكون مباشره، لان كما قلت لك يعني نكون واقعيين، ليس هناك حل دون مفاوضات مباشره بين السلطه والمعارضه. بالطبع سيد فراس الخالدي رئيس وفد منصه القاهره لمفاوضات جنيف، نامل ان تكون هناك يعني مفاوضات اخيره ونهائيه للازمه السوريه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا من جنيف، شكرا لك. أفادت مصادر أعلامية بسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي على مطار سهل السنجار العسكري بجنوب بلدة القيروان بغرب مدينة الموصل. هذا وتواصل القوات العراقية تقدمها بشمال غرب الموصل هذا، وترافقها أيضا وحدات خاصة لتدمير مفخخات لتنظيم داعش عن بعد. الموصل في طريق النصر والخلاص من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد أن دنس أرضها وسماءها، حيث أعلنت القوات العراقية أنها تواصل تقدمها شمال غربي المدينة ومعها وحدات خاصة لتدمير مفخخات التنظيم الإرهابي والذي ينسحب إلى وسط المدينة القديمة. وشعورا من جانبه بالهزيمة والانحسار، قام التنظيم الإرهابي بتفجير سيارات مفخخة داخل حيي العريبي والرفاعي، قتل وجرح خلالها جنود عراقيون، لكن المدنيين لم يصابوا بأذى. وأشارت قوات مكافحة الإرهاب إلى أن قوة خاصة انتشرت على مداخل الأحياء ودمرت سيارات مفخخة عن بعد حاول التنظيم من خلالها استهداف المدنيين. أما قوات الجيش والرد السريع فقد أفادت المصادر بأنها قد تحتاج إلى 48 ساعة لحسم السيطرة على حيي 17 والاقتصاديين، حيث تدور مواجهات عنيفة استخدم التنظيم فيها عددا من الانتحاريين. وحدات تلك القوات انقسمت إلى قسمين، أحدهما في الناحية الشرقية واستطاعوا إحكام سيطرتهم الكاملة على حي الرفاعي، وقسم آخر ناحية الغرب استطاع الإجهاز على المتطرفين في حي الربيع، ليبقى أمام جهاز مكافحة الإرهاب حيان فقط هما الورشان والنجار لعزل المدينة القديمة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش العراقي شن أكثر من 4000 غارة جوية استهدفت مواقع تنظيم داعش في الموصل خلال شهر واحد، وأن طيران الجيش نفذ أكثر من 2700 غارة جوية خلال الفترة من 11 من إبريل إلى 14 من مايو، بجانب 1298 غارة أخرى، فضلا عن طلعات أخرى نفذها طيران القوات الجوية، منها 184 طلعة قتالية ونحو 592 لنقل العتاد والسلاح وإخلاء الجرحى. ونشرة لا تزال متواصلة وفيها بعض الفاصل. العدل الأمريكي تعين محققا خاصا لضمان استقلالية التحقيق حول علاقات محتملة بين مقربين من ترامب وروسيا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه النشرة، ونواصل معكم تقديم الأخبار. ترأس إيمانويل ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي لتحديد توجهات ولايته أمام الحكومة قبل الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تقام في الشهر المقبل. أوضحت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الجديد سيحدد بهذه المناسبة التوجهات الكبرى لولايته وخريطة طريق الحكومة أيضا، حيث يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء إدوارد فيليب، أعضاء الحكومة وهم 18 وزيرا وأربعة وزراء دولة، نصفهم من المجتمع المدني، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة في البلاد. عينت وزارة العدل الأمريكية محققا خاصا لضمان استقلالية تحقيق حول علاقات محتملة بين مقربين من الرئيس ترامب وروسيا، ويهدف التعيين إلى فصل التحقيقات عن السلطة السياسية من خلال الحد من تدخلات وزارة العدل التي تشرف أيضا على الـ FBI وبالتالي على العملاء الذين يحققون منذ الصيف الماضي حول القضية التي تتدخل فيها الشؤون السياسية والتجسس. وكان وزير العدل جيف شيزنز المقرب من الرئيس ترامب قد تنحى في مارس الماضي عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
الآن مشاهدين موعد الجولة الاقتصادية. فيها جملة من أخبار الاقتصاد وأيضا التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة في نهاية جلسة الأسبوع. التفاصيل مع ولاء. أهلا بك ولاء غانم. أهلا بك حساني. أهلا بك شيماء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الوقفة الاقتصادية السريعة، حيث ارتفعت إيرادات جهاز تنمية التجارة الداخلية عن العام المالي 2015-2016 لتسجل أكثر من 64 مليون جنيه بنمو سنوي نسبته 54.7%. جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أمس اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة. عارفين ان احنا في اطار هذا الشهر سوف يتم تنظيم كافة منافذ توزيع ومعارض سوبر ماركت واهلا رمضان في كافة المحافظات، وكان النهاردة اجتماع للمراجعة النهائية لكافة المواقع، وتم الاتفاق على 122 موقع منتشرين في جميع انحاء الجمهورية من حلايب وشلاتين إلى شمالا رفح إلى بير العبد وأهلنا في شمال ووسط وجنوب سيناء وكذلك في مرسى مطروح. افتتح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر معرض أهلا رمضان بمدينة دسوق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة. ومن جانبه قال المحافظ إن افتتاح معرض أهلا رمضان جاء لإتاحة جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مراعاة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن هناك خصومات تصل إلى نسبة 25% بمشاركة أكثر من 15 شركة لمحاربة الغلاء. كما افتتح محافظ كفر الشيخ معرض المستفيدين من برنامج مشروعك بمركز ومدينة دسوق. سيطر التراجع الجماعي على أداء مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات خامس جلسات الأسبوع وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات العربي والأجانب. وفي أول 90 دقيقة انخفض مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي بنسبة 51%، وتراجع مؤشر إي جي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%، وأيضا انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%. مينا بشرى دائما معنا من مقر البورصة المصرية، أهلا بك مينا. ويعني بالأمس كان في مكاسب للبورصة وارتفاع جماعي، ما الذي حدث في بداية أو منتصف هذا اليوم؟ أهلا بك ولاء. اليوم ختام آخر جلسات هذا الأسبوع نتيجة لتحول عمليات المستثمرين المصريين من العمليات الشرائية والدفع بمؤشرات البورصة نحو الصعود الجماعي بالأمس إلى العمليات البيعية. اليوم دفعت بمؤشرات البورصة إلى التراجع مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء، وتراجع أيضا المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 دون مستوى 13000 نقطة خلال مستهل تعاملات اليوم، وهو مستوى المقاومة الذي استطاع المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 أن يتجاوزه خلال تعاملات الأمس. هذا التراجع الجماعي من جانب المؤشرات جاء نتيجة للضغوط البيعية من قبل المستثمرين المصريين والمؤسسات، إضافة أيضا إلى الأداء شبه السلبي للأسهم القيادية كان عامل ضغط على أداء مؤشرات البورصة، وتحديدا المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 الذي تراجع حتى هذه اللحظة بمقدار 54%، ومسجلا 12993 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم، نتيجة أيضا لاستمرار الضغوط البيعية من قبل صغار المتعاملين. تراجع المؤشر السبعيني بمقدار 38% بالمنتصف ومسجلا 591 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 تراجع أيضا خلال منتصف التعاملات بمقدار 0.11% ومسجلا 1383 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم. نتيجة لهذا التراجع الجماعي لمؤشرات البورصة فخلال النصف الأول من التعاملات قد منيت الأسهم بخسائر تجاوزت مستوى المليارين جنيه. نعم. أيضا بالنسبة أنا أشكرك مينا، دهمني الوقت، لنا لقاء آخر على رأس الثالثة لتتحدث باستفاضة. شكرا لك مينا بشرى، وأيضا لكم مشاهدينا مرة أخرى إلى حساني وشيماء لاستكمال النشر. شكرا لك ولاء على هذه الوقفة الاقتصادية السريعة. وبأخبار الاقتصاد ننهي معكم هذه الجولة الإخبارية المفصلة التي لم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها.
الرئيس السيسي يؤكد أن الشعب المصري قادر بوعيه وإرادته على مواجهة الأخطار. تواصل مباحثات جنيف حول سوريا وعملية الانتقال السياسي على طاولة المحادثات خلال جلسات اليوم. ماكرون يحدد توجهات ولايته خلال ترأسه لأول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. أشكرك وشكرا لكم، إلى ملتقى.